ماذا وراء اندفاع الإمارات لتحسين علاقتها بإيران؟ وهل تغيرت استراتيجية أبو ظبي الإقليمية بالرغم من توتر العلاقة بين واشنطن وطهران؟ وما هي تداعيات هذا التقارب على الأزمة والمعركة في اليمن؟ أهلا بكم. بعد 6 سنوات من الانقطاع استؤنفت الاجتماعات الثنائية بين القوات البحرية لطهران وأبو ظبي، وقالت الخارجية الإيرانية إن هذا الاستئناف مقدمة لبحث سبل لتطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وبعد أن كانت العلاقة مع إيران في الظل أو شماعة للاتهامات، أصبحت الآن نشاطا علنيا يمارس أمام العالم. فهل هذه الخطوة عبارة عن مناورة سياسية أم تحول نوعي في خريطة تحالفات المنطقة؟ الجدير بالذكر أن هذا التقارب جاء بعد توتر دولي وإقليمي بين طهران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة من جهة أخرى. وسؤال اليوم، كيف سيتأثر الملف اليمني بعد تقارب طهران وأبو ظبي، لا سيما مع السيطرة الأخيرة على جزء كبير من المشهد اليمني؟ وماذا عن الصمت السعودي إذا ما أقدمت عليه أبو ظبي؟ التفاهمات الإماراتية الإيرانية تخرج للعلن، وهو ما قد يضع ملامح جديدة لشكل خارطة الصراع في المنطقة كما يرى مراقبون. زيارة مسؤول إماراتي رفيع لطهران وصفت من قبل الخارجية الإيرانية بأنها تهدف إلى تعزيز أمن الحدود بين البلدين وبحث سبل توسيع العلاقات الدبلوماسية. هذا اللقاء الذي جاء بعد انقطاع استمر 6 سنوات وفي لحظة تشهد فيها المنطقة توتراً شديداً يحمل معه دلالات قد تغير طبيعة التحالفات في المنطقة، وهو ما من شأنه التأثير على الوضع في اليمن بالطبع. أبو ظبي التي تدخلت في اليمن تحت لافتة محاربة وكلاء إيران ميليشيا الحوثي، ها هي اليوم تهرول لمد جسور التعاون العسكري والاقتصادي والدبلوماسي مع طهران، في لحظة وصلت فيها المواجهة مع إيران وميليشياتها إلى المرحلة الحرجة قبل انفجار الوضع. قبل هذا اللقاء كانت أبو ظبي قد أعلنت عن انسحابها العسكري من اليمن، فيما تحدث نائب الأمين العام لحزب الله عن تفاهمات إماراتية حوثية وصفها بالإيجابية، وهو ما دفع مراقبين إلى القول بأن أبو ظبي قد انتهجت استراتيجية جديدة أبرز ملامحها التصالح مع طهران وأذرعها في اليمن والمنطقة. خسرت السعودية جهود حليفها على الساحة اليمنية، ما جعلها وجهاً لوجه أمام التحديات التي تركتها السياسة الإماراتية في البلد. وبهذه الخطوة يمكن القول إن السعودية باتت وحيدة في مواجهة إيران. فهل ستبقى الرياض وحيدة فعلاً؟ أم أن خارطة التحالفات في المنطقة تتعرض لتغيير جوهري سيشمل السعودية ذاتها؟ وما هي التغيرات التي ستشهدها الساحة اليمنية عطفاً على كل ذلك؟ إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ العلوم الاجتماعية علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. إذا تساؤل تطرحه اللحظة، انتقلت الإمارات للتنسيق العلني مع إيران، هل لا يزال من المنطقي الثقة بالإمارات في حربها في اليمن لمحاربة النفوذ الإيراني كما تدعي؟ هو يعني أنا لا نستطيع أن الحديث أن احنا تفاجئنا. نعم، ولكن ظهرت المسألة علنيا. لا، المسألة واضحة منذ البداية. نحن اليمنيين تحدثنا من هذا البرنامج أن الإمارات لها أجندة، يعني هناك كان تنسيق بين الحراك الجنوبي والحوثيين، وهناك تدريبات لقيادات ولكوادر الحراك الجنوبي في لبنان، ثم هنالك تنسيق بين إيران والإمارات على كيفية إعادة تشكيل الجغرافيا اليمنية والهوية اليمنية، وهناك تنسيق لتقسيم الجغرافيا والهويات في الجغرافيا اليمنية بين إيران والإمارات، وبالتالي ليس جديد بالنسبة لنا، نحن تحدثنا عن هذا الكلام. وكان هناك عمليات واضحة، العمليات متعلقة بتأثيث المناطق الجنوبية، بإضعاف السلطة الشرعية، بتنقية الجغرافيا الجنوبية من الجماعات الإسلامية السياسية، من الفاعلين من الأحزاب السياسية، من الحامل المجتمعي والسياسي والمدني لمخرجات الحوار الوطني. كان هناك أيضا خلق فاعل غير الدولة. كل هذه العمليات كانت تبين لنا
وآخرها رئيس البرلمان يذهب إلى الإمارات لأخذ تصريح لعقد اجتماع في اليمن، وهو بالعكس الذي يأخذ تصريح بالتواجد في الجغرافية ينبغي أن يذهب إلى رئيس البرلمان ليمنحه تصريحا بالتواجد في الجغرافية وليس العكس. وبالتالي كل هذه العمل، ثم جينا المرحلة لاحقة، لأنه احنا تحدثنا في مقابلة هناك من يتحدث أن الإمارات استراتيجيتها تغيرت، لا، هي استراتيجية واحدة، مرحلة من مراحل الاستراتيجية إعلان الانسحاب، يعني أنه نحن سنعلن الانسحاب من اليمن. متى سنعلن الانسحاب؟ هذه كانت يعني هناك من يتحدث في قنوات الإخبارية وكثير من المحللين يقول أن الإمارات غيرت الاستراتيجية وتركت، لا لا، هي إعلان الانسحاب من اليمن مرحلة من مراحل الاستراتيجية الإمارات في اليمن، بمعنى أنه أنا جهزت الأحزمة والنخب والشبكة الاجتماعية والتجفيف الموارد الدولة وإضعاف الدولة والشرعية في المناطق الجنوبية، أوقفت الجيش عند خط الفاصل بين الشمال والجنوب، أخرجت أبناء الشمال خارج الجغرافية الجنوبية، قمت بتنقية كل القيادات الشمالية والفاعلين السياسيين، قمت بإحلال المذهب المدخلي بديع الإسلام السياسي. في المرحلة اللاحقة أنا أدفع المرتبات، أنا اللي مسيطرة على الجزر، أعلن أنني سأنسحب، معي الآن 90,000 نخب وأحزمة، لدي شبكة علاقات اجتماعية، لدي سجون سرية، لدي قيادة فاعلة، لدي سلطة غائبة. إذن عندما أعلن الانسحاب يعني أنه أنا لا أتحمل المسؤولية عما سيحدث سواء كان إعلان فك الارتباط أو وجود جماعات إرهابية مصنعة. لذلك اربطي لقاءات في تقريبا في الأردن أو المغرب للحراك الجنوبي وجماعات الجنوب، تصريح عبد الخالق عبد الله بأن اليمن لن يكون موحدا، إعلان الإمارات بأنها يعني خرجت، كل هذه العمليات تعلن. أين المؤسف من كل هذه؟ أنا بالنسبة لي لست متفاجئ. كيف يمكن للإمارات أن تنجح في إعادة صياغة أدواتها التي ظلت يعني ترفع صوت الحرب ضد إيران في المنطقة؟ كيف يمكن القفز على ذلك؟ أولا شوفي، دعنا نتحدث حتى لو ذهبنا شوي بالتنظير. في علم الاجتماع وفي التاريخ ومن تجربتنا لا يمكن لما يسمى نتوء ليبرالي أو نتوء استعماري، بمعنى أنه دولة وجدت كمكون استعماري كنتوء استعماري أن تتحول دولة استعمارية، بمعنى أنه الإمارات الآن تلعب دور فوق إمكانيتها. يعني أنت دولة تأسست عام 1970 وكان وزير الداخلية حقك والمخابرات والقيادات والتفسير كل بريطاني، أنت ما زلت يعني ما يسمى بالنتوءات الليبرالية، نتوء يعني ليس هنا تقزيم. قبل أن نستكمل الدكتور، اسمح لي فقط أن ينضم معنا الدكتور محمد الزلفة، عضو مجلس الشورى السعودي سابقا من الرياض عبر الهاتف. مساء الخير دكتور محمد. أهلا وسهلا، مساء الخير، أنا أتحدث إليك من أبها يا سيدتي. من أبها، أهلا بك وأبها مدينة الجمال. نعم، إذن زيارة أمنية وغطاء دبلوماسي بين إيران والإمارات، كيف تنظر إلى هذا التقارب دكتور؟ هي طبيعة دول مجلس التعاون لا يريدون علاقات متوترة مع إيران، لكن إيران هي المشكلة. إذا كان هناك من أمل في تقارب مع إيران لحل المشكلات المعلقة والمشكلات التي خلقتها إيران في منطقتنا فهذا أمر طيب، ولكن يعني لا أدري مدى صحة ما يمكن أن تسفر عنه مثل هذه الاتصالات، إذا كانت اتصالات في علاقة طيبة، إذا كان هي ضمن المحادثات الأمريكية الإيرانية، المحادثة الأوروبية الإيرانية، بحث عن حل جذري لكل المشاكل التي تسببت فيها إيران في المنطقة، فالإمارات من باب أولى أنها تكون جزء من، ونفس الشيء أيضا بقية دول مجلس التعاون. نعم، إذن دكتور، لكن يعني المستغرب أن هناك تناقض واضح فيما يحدث، هناك حرب ضد أذرع إيران في المنطقة، هناك حديث على مستوى الإعلام
السعودي والإماراتي، كيف أن إيران هي من تدعم هذه الحرب وهي التي تحرك أذرعها في المنطقة وهي العدو الأساسي، كيف يمكن فهم هذا التناقض؟ يعني علاقات وزيارات متبادلة ويعني اتفاقات مقبلة، وفي المقابل هناك حرب يعني تقودها السعودية ضد إيران وحلفائها في المنطقة. هو صحيح، يعني هذه الحرب فعلا هي حرب إيرانية معلنة على وخاصة على المملكة العربية السعودية من خلال عملاء إيران في اليمن، والسعودية لن تستسلم ولن توقف موقفها أو حتستمر في موقفها من الحوثيين، سواء يعني الإمارات عملت نوع من التواصل مع إيران أو غيرها، فالحوثي يعتبر عدو حقيقي للمنطقة وخاصة للمملكة العربية السعودية، ينفذ سياسة إيرانية. لكن الإمارات تدير وجهها لهذا العدو دكتور، يعني ألا تعد هذه طعنة في خاصرة المملكة السعودية التي تقود هذه الحرب، ويعني حين تتفق الإمارات أو تعيد العلاقات مع إيران المغذي الرئيسي للحوثي؟ ما أعتقد أن الإمارات راح تذهب إلى أي سياسة مع إيران قد تضر بموقف التحالف من إيران وأذرع إيران في المنطقة. نعم، إذن لا أعتقد إطلاقا. دعني أنقل هذه الفكرة للدكتور عبد الباقي شمسان ضيفنا هنا في الاستوديو الذي يستمع إليك، ما رأيك دكتور؟ أنا أعتقد أن هذه التحولات، هناك كان اتفاقيات مسبقة الذي موض الحوثيين بمليار دولار لدخول إلى عمران، ومن ثم صنعها هي الإمارات العربية المتحدة بمباركة السعودية. دول الثنائي التحالف الإماراتي السعودي رهن على الجانب الأمريكي، الجانب الأمريكي ربط مصير الأمة برمتها بتغريدة من تغريدات ترامب، وبالتالي إيران تلعب باستراتيجية واضحة، تدرك إيران أنها هي الآن حتى لو ذهبت السعودية والإمارات لا تعني لإيران أي شيء، لأنها تدرك أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكون إيران هي المهدد الأول في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هذا المهدد الأول ينبغي أن يكون التسليح تجاهه، وينبغي أن نستوعب إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط كحليف، وبالتالي لن تتم هناك مواجهات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بل سيتم التصعيد حتى قبيل. نعم، لكن اسمح لي يعني حتى فقط ردا على نقطة الدكتور، أكمل يعني أكمل أكمل, أكمل, أكمل الفكرة، حتى قبيل الانتخابات الأمريكية سيتم لقاء ترامب مع الإيرانيين ومع رئيس كوريا الشمالية. إذن الإمارات، وأكررها، تلعب بأجندة هي الآن فقدوا البوصلة، لأنهم لعبوا كدول مهيمنة صانعة بالقرار، لأن الإمارات تشعر أنها تتحكم بالانتخابات الأمريكية وتتحكم في ليبيا وغيرت مرسي وطلعت السيسي، وهي الآن ستقسم اليمن، تشعر نفسها دولة كليانية بمعنى استعمارية. فإذا به إذا انفجرت سفينة نفط في بحرها لانهار هذا الاقتصاد، هو اقتصاد هش وملح، ومن هنا الإمارات لا يمكن لها أن تلعب دور يتجاوز حدودها. هي تريد تقود المملكة العربية السعودية، تريد أن تمهد لدخول الأمريكان إلى المنطقة بتاعتنا، والآن تمهد، وتريد أن تمهد لدخول بريطانيا، تلعب دور يتجاوز حدودها، هي غير قادرة على حماية حدودها، ولا غير قادرة على استعادة جزرها، وهي تلعب هذا الدور يؤدي بهذه الدولة النتوء أن ترتكب مثل هذه الأفعال، تتناقض الاستراتيجية. لأن الآن إذا قال ترامب للإمارات في تغريدة انسحبوا من الإمارات سينسحبون، نحن أمام يعني مصير السعودية ودول الخليج في تغريدة. نعم، اسمح لي فقط، إذا ما رأيك دكتور، يجد الدكتور عبد الباقي أن الإمارات تلعب دور منفرد خارج سياق المنظومة السعودية أو منظومة الخليج بشكل عام، هي من تقود السعودية، هي من تشعر نفسها بأنها مسيطرة على المنطقة؟ أعتقد أن كلام الأخ فيه مبالغة كبيرة جدا. أولا أنه الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تسلم المنطقة لإيران بتحالف أمريكي إيراني إسرائيلي للهيمنة على المنطقة،
فأنا أعتقد هذا فيه مبالغة، والإمارات العربية المتحدة مدركة تماما أنها لا تستطيع أن تلعب هذا الدور الذي تحدث عنه الأخ، بأن يكون أنها يقول أنها ستسلم المنطقة لأمريكا والإيران. أنا أعتقد هذا في كلام فيه مبالغة. ربما نعم، إذا ما هو تفسيرك لما تقوم به الإمارات؟ يعني هي لا تستطيع، ولكن يعني الإمارات تلعب دور واضح الآن، يعني ربما خرج إلى العلن هذه الاتفاقات والزيارات، انسحابها من اليمن وإن كان شكليا لأن أذرعها أصبحت موجودة في جنوب اليمن، كل هذا يعني التحركات الأخيرة ما هو تفسيرها وأنت تقول أنها لا تستطيع أن تلعب مثل هذا الدور؟ أنا أعتقد إذا كان هناك شيء الإمارات أعتقد أنها حققت ما تريد في اليمن، وخاصة في ما قامت به في جنوب اليمن. ربما يعني أعتقد التفكير المنطقي في المستقبل الأيام هو أن يعود اليمن إلى ما كان عليه، يمنين وليس يمن واحد، لأنه اليمن الجنوبي له أوضاع مختلفة تماما عن اليمن الشمالي. اليمن الشمالي وقع الآن ضحية لمؤامرة ومتآمرين من عصابة الحوثيين مدعومين بإيران، وأعتقد أنه الأمر حتى لو حصل فيه تسويات على المستوى الدولي. نعم، اسمح لي دكتور. المنطقة أعتقد أنه اليمن قضية اليمن الشمالي ستحل بطريقة مختلفة. لكن دكتور يعني أتمنى ألا يتم القفز على يعني تاريخ حديث ربما نحن عايشناه ومررنا به، يعني الجميع يعلم دور الإمارات والسعودية في دعم الحوثيين عند دخولهم إلى صنعاء، وما الذي حدث لا بعد لا ذلك؟ لا لا ما هو صحيح، هذه مبالغات كبيرة أيضا. ليست نعم، يرد عليك عند هذه النقطة. الحوثيين مع قطر وهذه مهدون منذ فترة طويلة لكي يستولوا على السلطة بالقوة، وهذا امر الجميع يعلم مدى رغبه الامارات في التخلص من هذا كلام في مبالغه. ليست مبالغه دكتور، الجميع يعلم كيف ارادت الامارات ان تتخلص من حزب الاصلاح بتقويه الحوثيين، وفقط يرد على هذه النقطه الدكتور عبد الباقي. اعتقد ان الامور وضحت الان، تصريح عن تغريده عبد الخالق عبد الله من الامارات وتصريح ضيفنا من الرياض واضح جدا ان المشروع الثنائي التحالف الثنائي الامارات السعودي جاء لليمن بمصالح استراتيجيه. الان الحديث ان ابناء المناطق الجنوبيه والشماليه هم اعلنوا في تدخل في الجغرافيا اليمنيه، استعاده السلطه الشرعيه، انهاء الانقلاب، الان يتحدثون عن ظروف اخرى. يعني هم إذا نحن كنا نتحدث إلى قبيل فترة أن يمكن للسعودية أن تكون تبع الإمارات، نحن أمام استراتيجية موحدة ومتفق عليها أن يعود اليمن إلى يمن، لأن السعودية لها مصالح في حضرموت، لها مصالح في المهرة وأنبوب النفط الممتد من منطقة السعودية إلى بحر العرب، بالتالي بقاء الرئيس اليمني في الرياض 4 سنوات يضعف السلطة الشرعية، بقاء البرلمان دون انعقاد، تجفيف موارد الدولة في المناطق الشمالية، بقاء تعز محاصرة، تعز مكانة الحوثيين، هذه كل العمليات قصدية وعقلانية ومقصودة، تجويع الشعب اليمني مقصود. ما رأيك تدمير البنية التحتية؟ نعم. لو سمحتي، تدمير البنية التحتية مقصود، وبالتالي لا فرق بين الموقف السعودي والإمارات. نعم، إذا يعني يجد الدكتور عبد الباقي بتصريحك بأن اليمن لن يعود يمن وإنما يمنين، وكذلك تصريح عبد الخالق عبد الله قبل أيام، هل يمكن لكل هذه الخطوات الإماراتية أن تكون مدروسة ومتفق عليها مع السعودية؟ أنا أتصور أن يعني عملية اليمن واليمنيين، أنا أعتقد أنه تاريخيا اليمن يمنيين، يعني لا علاقة، يعني حتى في قمة قوة الإمام في يوم من الأيام هذا قفز على ثوابت وطنية وعلى حديث دائم من السعودية أنها مع كان يتفاوض مع البريطانيين وهم يحتلون جنوب اليمن. اسمح لي دكتور، يعني هذا قفز على التاريخ وعلى إرادة شعب بأكمله دكتور. نعم. لأنه يعترف تماما أن اليمن الجنوبي يمن مختلف تماما. لستم من يقرر هذا الأمر دكتور، لستم من يقرر هذا الأمر، اسمح لي، لا السعودية ولا الإمارات، اسمح لي دكتور. نعم، اليمنيين في مؤتمر الحوار اليمني
اتفقوا على أن اليمن جنوبي جنوبي، وأيضا وقسموا اليمن إلى محافظات ولا إلى كونفدراليات مختلفة، لأنهم يعرفون تماما طبيعة السكان مختلفة، المذهب مختلف، الحياة الاجتماعية مختلفة. ليست مختلفة، نحن من نعايش. دكتور أنت تتحدث عن شيء لا تعرفه، أنت تتحدث عن شيء لا تعرفه. لا نعيش في الأحلام يا سيدي، لا نعيش في الأحلام. نعم اسمعني اسمعني دكتور، دكتور محمد وحدة مصطنعة بالقوة، وحدة مصطنعة بال... نعم نعم دكتور محمد، يؤسفني أن تكون الإمارات قد اخترقت النخبة السعودية إلى هذا الحد وتتحدث بلغتها وبلسانها. لا 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 هذا الواقع، ولا حل لمشكلة اليمن إلا هكذا. نعم، من يقرر هذا الأمر؟ هم اليمنيون دكتور، لا السعودية ولا الإمارات. طيب من تقرر هذا الأمر أن يظل اليمن يمن موحد أو يمنين؟ نعم، إذا كلمة أخيرة للدكتور عبد الباقي. اليمن الجنوبي يمن جنوبي، وحتى كمان ساعد. اسمعني جيدا، اسمعني جيدا، اسمعني جيدا، اسمعني جيدا من هذا الخطاب، اسمعني جيدا. دكتور محمد اترك فرصة فقط لضيفي هنا في الاستوديو إذا سمحت. اسمعني اسمعني جيدا، لست أنت ولا السعودية ولا الإمارات هو من يقرر مصير الشعب اليمني. نحن مع يعني مع تجزئة السعودية قبيل تكوين الدولة السعودية، ومع تقرير مصير كل إمارات الإمارات. لست أنت من يقرر مصير، نحن الشعب، نحن الشعب اليمني من يقرر مصيرنا. أنتم طعنتونا في الخلف، وهذا دليل. اسمعني جيدا، اسمعني جيدا، لا تقاطعني لو سمحتي، لو سمحتي. أنتم أتمنى أن يظل الحوار في سياقه. ليس هذا حوار، لست الموضوع ليس حوارا. هذا بين الموقف السعودي بأن هنالك عملية قصدية. يجب أن نستمع إلى أحدكم. اسمعني جيدا لو سمحت، لا تقاطعني. الآن تبين أن الموقف السعودي واضحا كان مع الموقف الإماراتي لتقسيم اليمن، لاغتيالنا، لتأخير الحسم. دعكم من هذا الحديث. نعم دكتور عبد الباقي، والحوار اليمني، مخرجات الحوار اليمني. أي الحوار اليمني؟ الحوار اليمني يتحدث عنه. نحن من نقرره ليس أنتم. نعم نعم. أنتم من غدر فينا. الحوار اليمني أنا اشترك فيه كل اليمنيين، كان الجنوب جنوب. أنتم غدرتم فينا. الغرب يمن. ونحن وثقنا بكم. للأسف دكتور. اليمن آخر. إذن ما في داعي لل. نعم دكتور، الحوار بهذه الطريقة لم يعد مجدي إذا سمحت لي دكتور. لا استطيع سماعك. الكلام الواحد هذا كله يا عمي، هذا حديث وراء، لا يخدم اليمن ولا يخدم الشعب اليمني. نعم نحن من يقرر مصير شعبنا اليمني. نعم دكتور، ونحن من يقرر وحدته، ونحن من سنخرجكم من اليمن. نعم دكتور، للأسف الشديد يعني هذا تماهي غير منطقي من يعني من حضرتك، وأن تتحدث ربما هذا هو موقف السعودية بشكل عام أو الإمارات متحدتان، لا ينسجم، لا ينسجم مع ما أتى إليه التحالف، ولا مع الأهداف المعلنة، ولا مع قرارات مجلس الأمن الدولي أن يظل اليمن موحدا. في كل مرة تغرد السعودية وتتحدث أنها مع اليمن موحد، والآن يتضح مدى السوء الذي يراد لليمن ولليمنيين. بحديثك هذا أنت وضحت دكتور. لم يكن موحدا، لم يكن موحدا بهذا الشكل. السعودية لم تكن موحدة، الإمارات لم تكن موحدة، ولذلك هذا غير منطقي. هذا كلام غير منطقي دكتور. ألقوا بخنجرهم في خاصة. أنا ما لي علاقة فيكم، أنت عصف له. ماذا تتحدث عن النجد والحجاز دكتور؟ هل ينفصلان؟ هل تعود نجد والحجاز الحجاز؟ الإمارات هل تعود كل دولة لدولة منفصلة؟ في السواحل الغربية أيضا كلهم لهم مطالب مختلفة. الحوار لم يعد مجدي دكتور محمد آل زلفة، اسمح لي. شكرا جزيلا. على أئمة سادقا جامع، ولا يجمعهم معهم في شيء أطلاقاً. اسمح لي دكتور أن أودعك. دكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى السعودي سابقا، كنت معنا عبر الهاتف من أبها في حوار يؤسفني أن يتحدث أحد نخب السعودية بهذا الخطاب الذي كشف. إذا تسمح لي تعليق بسيط، هو نعم. أن هذه هي الرؤية. تجاوز هذه النقطة. لا 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 ليس تجاوز، هذه هي الرؤية الواضحة والتي لم تكن معلنة. هذه هي الرؤية السعودية. كنا إلى قبل أوقات يعني نمزح أو نحاول تظلي الرأي العام ونقول أن السعودية، نحاول نغازل السعودية، أن السعودية ليست مع الإمارات وأن الإمارات تلعب وحدها، حتى نحاول نستميل السعودية. لكن التصريحات هذه تبين أن هناك تنسيق كامل، وذلك كان بعض الأشخاص يقولوا، ونحن وأنا كنت أدرك ذلك، يقولوا أنكم هل يعني أنتم يعني لا تدركون أن المشروع الإماراتي السعودي، ولا الأشياء واضحة.
قصف الحرس الجمهوري، إضعاف السلطة الشرعية، تكوين السعودية لا تشاهد، الجيش اليمني غير مسلح، بقى هو عند تخوم صنعاء، بقى تعز محاصرة، تقويع الشعب اليمني، تكذيب، هل السعودية لا تشاهد؟ إذن هذا هو الموقف السعودي الواضح. لذلك نحن الآن دخلنا في مرحلة أخرى، علينا ألا نتحدث إنه الإخوة في الإمارات وعلاقتنا في الإمارات والسعودية حبيبتنا والشقيقة. يا أخي يا رئيس الجمهورية، مش كنت قبل يومين قلت للرئيس التركي غير انقلاب بوسط تليفون، وأنت ضحكت علينا قلت إنه سجلت ووقفوا الفيديو، ينسحب من الرياض وإلغي هذه الدعوة للسعودية والإمارات. الشعب اليمني بعد أن يتم الاستماع لمثل هذه التصريحات دكتور الآن شوفي وقراءة كل شوفي هذه المعطيات، أنت أول قطعتي علي حديث. إحنا كنا نطالب من هذا البرنامج وقلنا إنه على الرئيس الجمهورية قبل فترة ولحينا وكررنا، وكان يقولوا يعني أنت تكرر، قلنا إنه رئيس الجمهورية يلغي التواجد الإماراتي. الآن الإمارات لو ألغى تواجدها يقول لك أنا انسحبت، وأنسحب هو قد جهز لك حزام ونخب. الآن يعني ما الجدوى دكتور؟ يعني أصبح لا الفكرة إيش؟ إنه نحن أمام استراتيجية عقلانية، أمام رئيس ينام للظهر ومجموعة أطفال ونعيدها. نعم لكن الآن الاستراتيجية واضحة، المراد الآن ما العمل الآن؟ هذا هو الموقف السعودي، هذا هو الموقف السعودي الصريح، لأنهم يريدون مشروع القرن يريدون المهرة لو تدمرت اليمن أو تصوملت، لوضعوا الألوية السعودية تحمي أنبوب النفط، وأمريكا تريد ذلك، لأن أي معركة قادمة مع إيران لا يمكن أن تقوم إلا بعد 10 سنوات عندما يمتد الأنبوب من السعودية إلى بحر العرب، وهذا يعني السيطرة على المهرة، هذا يعني السيطرة على الجنوب، هذا يعني فصل حضرموت، هذا يعني سيطرة الإمارات على 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 ميناء عدن. وأين الشعب اليمني؟ أين رئيس الجمهورية؟ أين البرلمان الذي ذهب رئيسه إلى الإمارات؟ من الذي يأخذ تصريح من الآخر؟ هل رئيس البرلمان الذي أهان كرامتنا يذهب للإمارات لأخذ تصريح عقد اجتماع في جغرافيته؟ أم الإماراتيين يأخذون التصريح من البرلمان للبقاء في أرضنا؟ أي نحن أمام وضعية حرجة؟ أين نخبنا الوطنية؟ أين أحزابنا السياسية؟ هذا هو الموقف السعودي الآن بعد أن تكشفت. أما علاقتهم في إيران، إيران هؤلاء انهزموا لأنهم يريدون أمريكا تدافع عنهم. أمريكا ستجيب أساطيل، والأساطيل ستأتي إلى الخليج ليس بفعل الخليج. لو سمحتي بس فكرة حتى لا ننقطع، التقرير بقاء الأساطيل العسكرية تم الاتفاق عليه عام 1990، مش اليوم. هذولا فقط الإمارات السعودية ممهدين، يعني عام 1990 مراكز الأبحاث قالت للأمريكان ارجعوا إلى منطقة الشرق الأوسط عسكرياً، الآن موجودين عسكرياً، أنتم مهدتم لهم. أما إيران تظل قوية بأسلحتها. ترامب قبل الانتخابات سيلتقي مع قيادتها كما يلتقي مع كوريا الشمالية. السعوديين هؤلاء مثقلين بملف حقوق الإنسان، مثقلين بالصراع في الصراع العائلي، مثقلين بحديث خاشقجي، مثقلين بفشلهم. يعني دولة، أول دولة في العالم التي تشتري أسلحة مش قادر تحمي مواقعها الاستراتيجية. إذن اسمح لنا أن تنضم معنا سمية ثور الناشطة السياسية من برلين عبر الهاتف. مساء الخير أستاذة سمية. مساء النور، أهلا فيكم. إذن كتبت أستاذة سمية أن الإمارات استطاعت تحييد السعودية وإقصائها من أي تحالف ممكن أن تقوم به، فبقيت الآن وحيدة بعد معاداتها لقطر وتركيا، ف على ماذا بنيت معطياتك؟ نعرف أن تدخل السعودية في اليمن أو خلينا نقول الخليج بشكل عام بدأ من زمن، لكن بشكل عملي وواضح وبدعم دولي من المبادرة الخليجية، وكان باسم المبادرة الخليجية كانت ضمن المنظومة كاملة. اليوم لم نعد نستطيع أن نتكلم عن منظومة خليجية متكاملة، يعني أصبح في معاداة واضحة مفتعلة خلينا نقول بين الدول الخليجية بشكل عام، وخاصة بين قطر والأزمة الخليجية، الأزمة القطرية السعودية الإماراتية اللي حصلت في السنوات الأخيرة، وهذه أيضا ما سبب يعني انعكاس على يعني مستوى العمل والحرب في اليمن وطريقة تعاطي الأطراف الأخرى سواء القطريين أو السعوديين أو الإماراتيين.
الإماراتيين من أول يوم في التحالف وهم يعرفون ماذا يريدون في اليمن، يعرفون ما هي خططهم، الكل يعلم والعالم كله يعلم علاقتهم بإيران من زمان. من زار الإمارات يعرف مستوى الحزم الاقتصادي بين الدولتين، فلا نستطيع أن نتكلم هنا عن أي معاداة بين هذه الدولتين أو أي اختلاف أو خلاف بينهم. المشكلة تكمن في السعودية التي تملك أموالا طائلة وأسلحة مهولة ولا تعرف أهدافها التي فعلا تحمي أرضها وتحمي استراتيجيتها الوطنية التي تتكلم عنها. هذا كله أنا برأيي، يعني وإن كان الآن يعني مثل ما طرح ضيفكم من السعودية أنه ما يخص اليمن وانفصال اليمن، لكن أنا أعتقد أن السعودية ستحيد وحيدت فعلا الآن، والقادم سيكون أسوأ ليس على السعودية فقط لكن على المنطقة كاملة، لأننا كلنا متأثرين بهذه العلاقات الإقليمية. فبالتالي تحييد السعودية كان هدف، وإضعافها الآن بالمشاكل التي حملتها مع حرب اليمن، سواء أولا الحرب، الآن ملفات حقوق الإنسان التي تطاردهم، الأسلحة التي أشترتها والتي أيضا تطاردهم في أوروبا، وغيرها، قضية خاشقجي، يعني أمور كثيرة جدا نعرف جميعا مدى ثقلها على السعوديين. نعم، إذن فبالتالي أنه عندما قلت أنه حيد السعودية فعلا يعتبر هذا تحييد وإضعاف كبير لها. عند هذه النقطة اسمعني فقط أن أخذ فيها رأي أي طرح. نعم، رأي ضيفي هنا في الدكتور عبد الباقي، ما رأيك؟ هل تم فعلا تحييد السعودية؟ أعتقد أننا كلنا بما فيهم أنا يعني كنا نعتقد أن تم تحييدها، كنا نعتقد أن السعودية غير موافقة، لكن السعودية كان هناك، يبدو لي الآن الأمور تتكشف، موقف السعودي والإماراتي موقف موحد، فقط هناك توزيع أدوار. السعودية عليها ترويض السلطة الشرعية، عليها إضعاف رئيس الجمهورية، بقاءه في الرياض، إكرامه، الضغط عليه، والإمارات تشتغل، والدليل على ذلك جيشنا دون أسلحة، اليمن مجزأ. هل السعودية غير قادرة على تحقيق ذلك؟ أعتقد أن الحديث من اليوم ومن قبل اليوم علينا ألا نتحدث للجمهور أن تم تحييد السعودية وأن السعودية بريئة. السعودية لديها نخب، السعودية دولة تقود الأمة الإسلامية في السابق، عندها مشاكل في البيت الداخلي، لديها مشاكل على مستوى تسويق صورتها وصورتها المعنوية، لكن أعتقد الآن أقولها بوضوح، أنا كنت أطلب من بعض أصدقائي أنه نحاول أن يعني حتى البارح في مقابلة حاولت أن أفصل بين السعودية والإمارات، لكن الأمور اتضح الآن أن السعودية لا تمييز ولا فرق، أن ما تقوم به الإمارات في المناطق الجنوبية بالاتفاق، بل بالاتفاق وبالعمل المشترك بين السعودية والإمارات، حتى أصحابنا الأحزاب السياسية لأنهم مرتباتهم من السعودية، لأنهم بلا إقامات غير قادرين، لأنه إذا سافر مصر تتبع السعودية والإمارات، إذا إنه يذهب السودان تتبع السعودية، مضطرين أن يقولوا الأشقة في السعودية الأشقة في الإمارات، بينما نحن لسنا أمام أشقاء، نحن أمام أشقاء يضعون خناجرهم في خاصرتنا، أشقاء يضعوا خناجرهم في ظهورنا. بالتالي من علينا أن اليمنيين إذا أردنا أن نصلح الوضع أن نقول أن السعودية لم تكن يوما مع اليمن، السعودية كانت تتحكم بمن يطلع في السلطة، وصعدت صالح، وقبل تحكمت في العمري، وصفت يعني كل أحداث اليمن، والذي يشك في كلامي يذهب إلى بعض الكتب الروسية للباحثة الروسية الآن أتذكرها مع لأنه مرفزني هذا السعودي، يذكر التدخل السعودي في الشام اليمني وكيف صناعته، اللجنة الخاصة، التحكم في المنظومة القبلية، كانت القبائل اليمنية تلتقي في اجتماعات وتعلن علاقات مع السعودية بشكل منفصل عن الدولة. رئيس علي عبد الله صالح كان يستلم مرتبات من السعودية. اسمح لي دكتور، مشايخ حتى أعود لضيفتي. اليوم وصاعدا لا ينبغي ألا نفصل وألا نقول السعودية. هل يعقل فعلا أن تحيد السعودية أو أن تقبل بهذا الدور وهي الدولة التي
يعني التي تعد قائدة التحالف، هي الجار الأقرب لليمن، هي المتضرر الأكبر من الحوثيين، هي القادرة على تسليح الجيش الوطني من عدمه، لديها يعني خيوط الملف برمته، ربما يدها ليست في الجنوب كما هي في بقية المناطق، لكن هي قادرة على اتخاذ موقف ضد أبو ظبي وما تصنعه. لو نتخيل أنها اتخذت، لو نفترض، يعني أنا طبعا أتفق بكل ما طرح الآن من الدكتور عبد الباقي، بالتأكيد يعني لا يمكن تبرئة السعودية من أي أمر، وأنا ليس الكلام من باب أنه دفاع أو محاولة خلق أعذار لهذه الدولة، لكن نحن الآن نتكلم في هذه اللحظة أنه في فترة من الزمن مثل ما ذكرت اعتقدنا أنها اليوم ستكون في صف اليمنيين، واليوم نتأكد أنه لم تكن في صف اليمنيين بدليل الأربع سنوات الحرب التي مرت في اليمن، وفي الأخير تتضح لنا هذه النتيجة أن شريكها في التحالف أصبح هو العدو الأول لليمن واليمنيين. لكن تظل السعودية هي الآن برأيي هي الأضعف، لا أظن أبدا أنها يعني لديها أي قوة أو أي إمكانية برغم حجمها وبرغم قوتها العسكرية يمكن، لكن لا يمكن أنها تكون بقوة، لأنه أنت في الحروب وفي التحالفات يجب أن يكون لك حليف مناسب وقوي ومعك. اليوم السعودية ستضطر أنها تخضع أيضا لأي طرح قادم، أنا أعتقد بهذا الكلام وأجزم أنها فعلا في موقف ضعيف جدا، وموقف يجعلها إن لم تكن من سابق يعني مرتبة ومنظمة معاهم، تجعلها اليوم أشد يعني لجوءا للإمارات واحتمال لإيران. ولا يخفى علينا يعني كلنا نعرف أنه السعودية من زمن وهي تحاول أن تجر أرجل الحوثيين للتفاوض من خلف الحكومة الشرعية، والكل يعلم هذا، برأيك رغم ذلك لم يحدث أي تفاعل لهذا الأمر. برأيك الآن ما هو موقف الشرعية؟ هل يمكن أن تغادر هذا مربع الخنوع والرضوخ للإمارات والسعودية بهذا الشكل، خاصة وأن كل يوم تظهر تكشفات جديدة ويعني تعلن تحالفات جديدة؟ لا شيء جديد. شوفي، لا ولا شيء جديد، كلنا نعرف أن الإمارات إيش أهدافها من أول يوم دخلت اليمن، الكل يعرف خاصة الإمارات إن كنا أحسن الظن في السعودية، لكن الإمارات كلنا نعرف أن هدفها هو تدمير أي ثورات من ثورات الربيع العربي، وكان الحوثي لها اليد الأولى في مساعدتهم لتدمير هذا الحلم. فبالتالي يعني لا يوجد أي مجال للشرعية أنها تتخذ الآن موقف. يعني تخيلي أن أنت سلمتي راسك كامل لهذه الدولة وتديري دولتك من أرضهم بمالهم بأوامرهم، فبالتالي أنا اليوم الشرعية أمام موقف أيضا لا يشتد عليه. للأسف الشديد أنه ليس الحكومة فقط، ولكن الحكومة بكل منظوماتها، بمعنى الأحزاب، الشخصيات، النخب، الكل سلم رأسه لهذه، وهذه سلمها للسعودية والإمارات. نعم للأسف. يعني اليوم لا أستطيع حتى أن ألوم مثلا أحزاب معينة، الكل سلم رأسه لهذه، وهذه سلم اليمن ورأس اليمن كامل للسعودية بدون أن يفكروا. يعني بالله معقول أنه لا يعلموا أي تخطيطات؟ يعني كيف أنت تجلس كمسؤول وأنت تعلم أن هذه الدولة هي من ساعدت على هذه الجريمة؟ طيب يا أخي إيش استراتيجيتك؟ طيب أنا يعني لما أعمل مشروع في حياتي أنا بخطط أنه اليوم لو حصل كذا البديل كذا، لو حصل ما في بديل، ما فيش استراتيجية أصلا أو تخطيط أصلا، ما لا يوجد نهائيا. الوحيد الذي لديه استراتيجية عسكرية واقتصادية وتحالفية هي الإمارات في المنطقة هي. نعم. فبالتالي نحن شكرا لك يا أستاذة سمية، صعبة جدا ولا نعلم يعني الوضع، لا يبدو أن هناك أي أفق واضحة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك سمية الثور الناشطة السياسية، كنت معنا عبر الهاتف
من برلين. إذا دكتور عبد الباقي، برأيك كيف يمكن قراءة مشاريع إيران في المنطقة؟ هل باتت أبوظبي عاصمة تعمل وفق المصالح الإيرانية؟ ليس الحديث بهذا الشكل، يعني الموضوع عقد أكثر تعقيدا من ذلك. الإمارات كما قلنا هي نتو، النتو هذا يعني تجاوز دوره وظائفه كنتو يمثل القوى الاستعمارية السابقة البريطانية والأمريكية. في الأخير يعني نستطيع نقول أن الإمارات عبارة عن شركة يعني وليست دولة، شركة تقوم بمشاريع استثمارية ووكيل إقليمي يقوم بمهام غير مساهمة بالفعل الكوني الدولي يعني كسياسة، وليست مؤثرة. هي كل ما صنعته أنها قامت بالدعم بالتنسيق مع السعودية بثورات مضادة في المنطقة العربية في إطار التغيير بعد 2011، وتحاول أن تلعب دورا في تأثيث منطقة الشرق الأوسط بديل عن قطر وبديل عن السعودية، ولكن هي غير قادرة على حماية ذاتها. يعني إذا انفجرت سفينة في تخومها لانهار اقتصادها. الإمارات تقريبا الإيران مخترقتها، لأن هناك هجرات غير شرعية تمت في تغيير البنية الديموغرافية الإماراتية من حيث بنية السكان. هناك سيطرة على الهيكل الاقتصادي من قبل كبار تجار إيرانيين. هناك هيمنة أيضا على الشركات متعددة الجنسيات. بالتالي هذه الدولة هشة ورخوة ولديها كثافة سكانية قليلة. لذلك أعتقد أن الحديث أن الإمارات تلعب دور الدولة القوية الآن التي أصبحت العراق مجالا إيرانيا واليمن مجال إيراني وسوريا مجال إيراني، الدولة الآن التي سيتم التحاور معها الغرب سيحاور إيران وليس السعودية. السعودية لم تستطيع أن يكون لها حتى وجود لا في اليمن ولا في لبنان، ورئيس وزراء لبنان تم احتجازه في بيروت. وبالتالي الدولة الآن الغرب إذا أراد الحوار سيتحاور مع إيران. إيران الآن تستطيع تقول لحزب الله، عندما تم الضغط على إيران حزب الله هدد أنه سيقصف إسرائيل. إسرائيل هنا يعني هي يعني حب يعني دلولة الولايات المتحدة الأمريكية وهي صانعة القرار الأمريكي، تزامنا مع قصف الطائرات المسيرة إلى السعودية. بالتالي حزب الله، المجابل الإيراني، سوريا مجالات إيرانية. بالتالي الحديث عن السعودية هذه الدولة التي لم تعد قائدة للأمة الإسلامية وأصبحت يعني تسمح للحجاج وفقا للانتماءات السياسية، أعتقد أصبحت من دولة قائدة للأمة إلى دولة قطرية ضعيفة لديها صراع داخلي. الإمارات أضعف، لكن في الأخير لديها استشاريين، لديها إمكانية مادية. ولكن أنا مؤكد لك من خلال هذا البرنامج أنها ستكون وحيدة، لأن عندما ينتهي دورها كوكيل محلي للدول الاستعمارية الكبرى يمكن خلق أزمة اقتصادية كما حدث في شرق آسيا تنهار كل ممكناته. بالتالي لكن يعني إذا سمحت لي دكتور نختم بهذا السؤال، بعد إعلان هذا الموقف الإماراتي الإيراني ما هو حال المجلس الانتقالي برأيك؟ أعتقد أن شوفي، نحن تحدثنا في أكثر مقابلة أن اتفاقية ستوكهولم كانت هي اتفاقية تم إعدادها للمناطق الشمالية، وتحدثنا من هذا البرنامج وتم الإعلام من هنا وبعض القنوات أن ستوكهولم يعني أن الأمم المتحدة موجودة في المناطق الشمالية، ودخول الأمم المتحدة لليمن يعني 20 سنة. اتفاق ستوكهولم تنتهي عن تعز، سيكون فك الارتباط، إعلان الإمارات أنها خرجت من اليمن. الآن سيتم تقديم دعم للحراك الجنوبي قيادته من الإمارات لعقد اجتماعات وإيجاد هيكل، لأن هناك لجنة تشريعية، هناك ذراع عسكري وأمني في الداخل. لا يهم طبعا المجلس الانتقالي تقارب إيراني إماراتي، لا ليس تقارب، علاقتهم في إيران سمن على عسل. تدربوا في حزب الله، تنسيق مشترك. الإمارات نسقت مع إيران، لأن الزيارة ما هدف الزيارة أنه الإيران تكون في الجغرافية الزيدية التي تعتبر بيئة أو حامل اجتماعي قابل للـ12، ونحن نأخذ المناطق الجنوبية، لأن الإيران تعرف أن الغرب لن يعطيها بضيق بمندب ولن يعطيها ميناء عدن ولن يسمح لها تلتهم الجغرافية. إذن إيران كوني في خسارة السعودية
والمناطق الجنوبية لإيران. هذه هدف الزيارة، أنه دعنا نتقاسم هذا الرجل المريض، دعنا الحديث. أما أنا انتهى الوقت دكتور، الوقت انتهى، لكن دعنا نقول لرسالة أخيرة، علينا ألا نفصل بين الإمارات والسعودية. الاستراتيجية السعودية والإماراتية موحدة، وعلى النخبة السياسية اليمنية أن تتحرك سريعا، لأننا ينبغي أن نوقف هذا الاستعباط وأن نتحدث عن عواطف وأشقاء، وأن السعودية لا علاقة لها. شكرا دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.